السلام عليكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله هنشتغل في الفيديو ده النهاردة الاستاتيستكس. عندي 3 أجزاء أو 3 دروس: المين، الميديان، ذا مود. يبقى ذا مين، ذا ميديان، ذا مود. طبعا احنا في فيرست بريب أخدنا المين والميديان والمود، بس السنة دي إن شاء الله بناخدهم بصورة أوسع شوية. بالنسبة للمين، what is the meaning of the mean؟ The mean of a set of values equal the total of values over a number of these values. يعني أنا لو عندي مثلا زي الإكزامبل ده كده: the mean of the numbers 5, 3, 7, 9 and 9. How to find the mean of these numbers؟ The mean equal the sum of these numbers، يعني أعملهم بلس كده، over the number of these values. يبقى the sum over the numbers 5 plus 3 plus 7 plus 9 over the number of this set 1, 2, 3, 4. يبقى النمبر بتاعهم هنا كام؟ 4. By using calculator equal 6. يبقى to find the mean of values the sum of these values over the number of these values. طب لو جالي table بقى وقال لي find the mean of frequency distribution، اداني كده distribution زي كده في التابل ده وقال لي find the mean أو arithmetic mean، هكون تابل formed from 4 sets. The first one the set، فين السيتس اللي هي عندي هنا 10 20 30 40 50 and the center of the set denoted by x. The center of the set اللي انا هسميه ايه؟ x. How to find the center of the set؟ في عندي رول هنا للسنتر اهو واضح جدا قدامي: the lower limit plus the upper limit. lower plus upper يعني ايه؟ lower plus upper يعني عندي هنا 20 plus 10 over 2. 20 plus 10 or 10 plus 20 over 2 equals 15. كده انا جبت السنتر of the ايه؟ first set. جبت السنتر الاولاني عندي كام؟ 15. مش مهم بقى كل مره اقعد اجيب السنتر، انا ممكن اشوف هنا اللينس عندي هنا كام؟ 10 20 30. واضح جدا ان اللينس هنا 10، يبقى each one we adding 10. يبقى السنتر عندي the first set 15، the second set 15 plus 10 equals 25. يبقى 15 plus 10 25 plus 10 35 45 55. يبقى مش مهم كل مرة إن أنا أجيب السنتر of each set، أنا أجيب السنتر of the first set after that adding the length. اللينس عندي هنا كام؟ 10 20 30. واضح إن اللينس هنا 10. 20 minus 10 equals 10. يبقى كل مرة هنا في السنتر عندي هعمل adding 10. 15 plus 10 25 plus 10 35 plus 10 45 plus 10 55. ده بالنسبة للسنتر اللي هو أنا مسميه عندي إيه؟ X. تالت خانة عندي هنا الفريكوينسي اللي هو الـ F، هو مدولي في التيبل اللي هو الـ F. الفريكوينسي عندي 8 12 14 9 7 والتوتال عندي هو برضو مدولي 50. طب هو لو مش مدولي أعملهم بلس هجيب التوتال. طب لو مدولي جاهز كده في التيبل مفيش مشكلة، يبقى كده عندي التوتال هنا 50 والفريكوينسي تاني أهو 8 12 14 9 7. اخر حاجه عندي هنا x تايم f، السنتر تايم الفريكوينسي، f تايم x اور x تايم f. 15 باي 8 باي يوزنج كالكوليتور 120، 25 بلس 12 300، 35 بلس 14 490، 45 بلس تايمز 9 405، 55 تايمز 7 385. after that find the total of x تايم f اللي هو summation of x time f. How to find the median the mean sorry how to find the mean؟ the mean equal the sum of x time f، التوتال عندي of x time f، over the sum of f اللي هو total of f. يبقى 1700 over 50. 1700 over a 50 to find the mean of frequency table اللي هو قدامي ده. اخر مرة the mean equal the sum of x time f over the sum of f اللي هو الايه؟ الفريكوينسي. 1700 over 50 by using calculator equal 34 marks. كده انا جبت الايه؟ المين. بالنسبه للسكند ليسون اللي هو الميديان،
The median of a set. What is the meaning of the median? The median is the middle value of a set. بس بشرط ان انا اعمل الرينج الاول. ممكن اعمل الرينج ascending or descending. يبقى انا هجيب الميدل فاليو. بس بشرط افتر الرينج. ممكن اعمل الرينج ascending or descending براحتي، الاثنين صح. طيب في عندي هنا تو كيسز. لو كان النمبر اوف فاليوز اود او النمبر اوف فاليوز ايفن. ناخد اكزامبل على الاود والايفن. If the values are 42, 23, 17, 30, and 20, واضح قدامي ان هم 1, 2, 3, 4, 5 values، يعني odd. لما يكون عندي odd numbers هنا، النمبر is odd. The first step arrange. عايزين نعمل arrange ascending or descending براحتنا، الاثنين صح. طب هنعمل arrange ascending 17, 20, 23, 30, and 42. What is the middle value? هكنسل ال 17 مع ال 42، الفيرست مع اللاست، ال 20 وال 30، فاضل عندي ال 23 هو الايه؟ الميديان. يبقى لو النمبر اوف فاليوز از اود، سهل جدا ان انا اجيب الميديان، ان انا اجيب الميدل فاليو على طول. طب لو كان ايفن بقى، النمبر اوف فاليوز ايفن، زي الاكزامبل اللي قدامي هنا 27 13 23 24 13 and 21. نفس الكلام هنعمل الرينج ascending or descending. لازم نعمل الرينج الاول 13 plus 13 sorry 13 and 13. ها الرينج عندي 21 after that ها 23 24 and 27. كده انا عملت الرينج ascending. نفس الكلام هكنسل الفيرست مع ال last value. السكند اللي هو 13 مع ال 24. هلاحظ ان انا عندي two values 21 and 23. To find the median equal 21 plus 23 over 2. يبقى لو كان عندي even يبقى هيتبقى لي عندي two values. هعملهم plus over 2. The median equal 21 plus 23 over 2. كده انا جبت الايه؟ الميديان equal 22. طيب ساعات بيطلب مني the order of the median. الاكزامبل الاولاني هنا 17 20 23. مش الميديان عندي هنا 23؟ لو طلب مني the order of the median يبقى الاوردر هنا is the third او 3. الاوردر of the median هنا ما حدش يكتب لي 23، لا الاوردر هنا كام؟ first second third. يبقى الاوردر هنا ايه يا جماعه؟ third or three على حسب اللي تشوز او الكومبليت. طب الاوردر هنا عندي third and fourth. الاوردر هنا third and fourth. طيب بالنسبه للفريكوينسي ديستريبيوشن يجي لي تيبل كده ويقول لي find the median. طبعا في عندي two method using ascending cumulative، يا اما استخدم الاسندنج كوميوليتيف يا اما الديسندنج كوميوليتيف. لو هو حدد لي وقال لي فايند ذا ميديان يوزنج اسندنج يبقى غصب عني لازم استخدم الاسندنج. طب لو قال لي يوزنج ذا ديسندنج يبقى لازم استخدم الديسندنج. طب لو قال لي فايند ذا ميديان وخلاص براحتك، عايز تعمل الاسندنج مفيش مشكله، عايز تعمل الديسندنج كوميوليتيف كيرف مفيش مشكله، عايز تعملهم الاثنين براحتك. How to form the table of ascending cumulative curve. The upper limit equal اللي هو less than zero. أنا عندي هنا في table start from zero. Sets عندي هنا zero. يبقى هكتب كده less than zero, less than ten, less than twenty, less than thirty, less than forty, less than fifty, less than sixty. إيه ده؟ ده أنا بزود واحدة من عندي عشان ما اتلخبطش. يبقى هنا كده السيتس بتاعتي من 0 ل 10، من 10 to 20، من 20 ل 30، من 30 ل 40، من 40 ل 50. يبقى اكيد في عندي هنا من 40 لايه؟ ل 60. يبقى انا كده ما انساش ان انا ازود ال 60 ديت. يبقى في الاسندنج باكد تاني ببدا بالليس ذان 0. ليس ذان 0. طب ايه الفاليوز اللي ليس ذان 0 هنا كده؟ اللي ليس ذان 0 هنا ما فيش حاجه اهو. اللي ليس ذان 0 يبقى 0.
طب اللي ليه زان 10 يبقى 2، ما حدش يقول لي 5 بلس 2. انا ما قلتلكش 10 اند ليه زان، انا قلت 10 ليه زان 10، يبقى اللي ليه زان 10 2. طب اللي ليه زان 20، اللي ليه زان 20 5 بلس 2 اللي هي 7، قدامنا ايه مكتوبه 7، 5 بلس 2 ايكوالز 7. طب اللي ليه زان 30، اللي ليه زان 30 يبقى 8 بلس 5 بلس 2 ايكوالز 15. ليه زان 40، ما حدش ياخد لي ال 14 بقى، انا باخد اللي ليه زان 40 يبقى 19 بلس 8 بلس 5 بلس 2 باي يوزنج كالكوليتور هيطلع لي 34. طيب لو قلت لك ليه زان 40 خلاص قلناها، ليه زان 50 ممكن اعملها بطريقه ثانيه، بدل ما اعمل كل ده بلس، طب اللي ليه زان 50 ماينس 2 يبقى 48. يبقى ممكن اعمل 14 بلس 19 بلس 8 بلس 5 بلس 2، وممكن حد ثاني يقول لي اللي ليه زان 50 يعني كل ده يبقى 50 ماينس 2 48. اللي ليه زان 60 يبقى التوتال كله، اللي ليه زان 60 يبقى التوتال اللي هو كام؟ 50. هلاحظ حاجه، ان الاسندنج تيبل هنا ستارت فروم 0 اند الاند عندي التوتال، حتى لاحظ ان هو اسندنج ستارت فروم 0 اند ذا اند از 50 التوتال. طيب بالنسبه للديسندنج كيرف او ديسندنج كوميوليتيف كيرف، ببدا ب 0 اند مور، يبقى في الاسندنج ليس ذان 0. طب الديسندنج 0 اند مور يعني الزيرو اند مور، كل ده يبقى اكيد هيطلع التوتال اللي هو 50، يبقى زيرو اند مور يبقى 50 اللي هو التوتال، 10 اند مور يبقى 5 بلس 8 بلس 19 بلس 14 بلس 2 كل ده. ما انا ممكن اعملها بطريقه ثانيه، 50 ماينس 2 انا كنسلت ال 2 بس، يبقى 10 اند مور يبقى 50 ماينس 2 اللي هو 48. عايز تعملها 50 ماينس 2 براحتك، عايز تعملها 5 بلس 8 بلس 19 بلس 14 بلس 2 براحتك. 20 اند مور، خلي بالك انا بقول لك 20 اند مور يعني لقيت معايا 20 اند مور، ممكن اعملها بطريقه ثانيه، 50 ماينس 5 بلس 2 يعني 50 ماينس 7 43. 30 اند مور 19 بلس 14 بلس 2 35. 40 and more يعني 14 plus 2 16، واضحة قدامي اهي 16. 50 and more يبقى 2. طب هزود واحدة من عندي 60 and more، في حاجة هنا 60 and more؟ مفيش، يبقى 0. يبقى 60 and more nothing 0. هلاحظ إن الديسندنج ستارت فروم ذا توتال، بدأ بالتوتال والإند عندي الزيرو، يبقى الاسندنج بدأ من الزيرو وانتهى بال 50. الديسندنج ستارت فروم 50 اند ذا اند 0. كده انا جبت الاسندنج تيبل او كيرف والديسندنج كيموليتيف كيرف بالمنظر اللي قدامي ده. يفضل ان انا ارسمهم هما الاثنين في رسمه واحده، هقول لك ليه دلوقتي. طيب لما اجي ارسم الاسندنج تيبل، السيتس عندي مش هتتغير، 10 20 30 40 50 60 مفيش مشكله. النمبرز اللي عندي هنا واضح ان هي فروم 0 تو 50، اسهل حاجه ليا ان انا همشي 10 20 30 40 اسهل حاجه. اللي ليه زان 0 ايكوال 0 اهو، اللي ليه زان 10 واضحه في التيبل عندي 2، كل 1 ملي قدامي اهو يبقى 1 2، طبعا لازم تدقق قوي فيها. اللي ليه زان 20 7، اللي ليه زان 20 اهو هطلع عند ال 7 هحط دوت. اللي ليه زان 30 15، اللي ليه زان 34 بعد ال 30 31 32 33 34. اللي ليه زان 50 48 اهو، ليه زان 50 باي 2 يعني. اللي ليه زان 60 كام؟ 50. هرسم الاسندنج تيبل اهو قدامي بالمنظر ده، طبعا بايديا عشان هو كيرف ما ينفعش ارسمه بالمسطره، لازم بايديا.
كيرف اهو قدامي. طب نرسم الديسندنج كده كمان، start from 0 and more 50، يبقى 0 50 ال 10 48 اهي less than 50 by 2 ال 30 and more، لا 20 and more الاول معلش، 20 and more اللي هو كام 43، يبقى 20 and more 43 30 and more 35 اهو 35 اهي between 40 and 50 between 30 and 40 sorry 30 and and 40 يبقى 35 هنا اهو 50 and more يبقى 2 50 and more 2 اهي احنا ما عملناش ال 40 برضه هنا 40 and more كام 16 يبقى 40 16 بعد ال 15 after 15 كام 16 60 and more 0 الاند عندي هنا 0 اهو برضه هنرسم بايدي عشان ده كيرف بالمنظر ده كده كل ده انا لسه ما جبتش الميديان هاو تو فايند ذا ميديان هعمل الاوردر هجيب الاوردر الاول طب هاو تو فايند ذا اوردر هجيب الاوردر ازاي هبص عندي في التيبل هنا كده التوتال كان كام 50 هجيب التوتال اللي هو ال 50 اوفر 2 التوتال اوفر 2 تو فايند ذا اوردر اوف ذا ميديان اللي هو 25 هاجي كده عند الفريكوينسي اكسس واجيب ال 25 هنا اهو واضحه قدامي في الرسمه 25 باي يوزنج رولر وانزل كده عند السيتس اكسس هلاحظ ان الميديان عندي هنا كام 35 اور 36 ابروكسيميتلي 36 واضح ان انا بجيب الميديان ازاي اخر مره الاوردر ايكوال التوتال اوفر 2 اللي هو 50 اوفر 2 25 هاجي عند ال 25 هنا كده باستخدام الرولر اند بنسل هعمل كده لاين عمل انترسكت انزل كده عند السيتس اكسس يبقى ده كده هو الميديان اللي هو 36 ابروكسيميتلي نفس الكلام هنا برضو لو جيت اعمله في الديسندنج هيطلع نفس الكلام برضو الاوردر هنا 25 باي يوزنج رولر اند بنسل اهو عملت انترسكت للكيرف هنزل عند الاكسس اوف سيتس اللي هو كام 36 يبقى كده الميديان عندي كام تقريبا 36 وممكن ان انا اقدر ارسمهم الاثنين في رسمه واحده هلاحظ حاجه لما لو رسمتهم هما الاثنين في رسمه واحده اعملوها انتوا كده وجربوا هتلاحظ ان الانترسكشن اوف اسندنج كيرف اند ديسندنج كيرف الانترسكشن بتاعهم هيعمل انترسكشن عند البوينت ديت والبوينت دي ديترماين ذا ميديان اون اكس اون سيتس اكسس السيتس اكسس ده كده بيحدد لي الميديان يبقى البوينت اوف انترسكشن عشان بيجي سؤال مهم في الكومبليت ذا بوينت اوف انترسكشن اوف اسندنج كيرف اند ديسندنج كيرف البوينت اوف انترسكشن دي ديترماين بتحدد مين الميديان اون سيتس اكسس اند the order on frequency axis بتحدد الاوردر من على الفريكوينسي اكسس وبتحدد الميديان on the sets axis يبقى كده درس الميديان خلص كده فاضل لنا درس المود بس في الاستاتستكس